السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. لا تزال تغطيتنا متواصلة لفعاليات معرض طرابلس الدولي من الجانب الاقتصادي، ونبدأ حيث تتواصل بأرضية الهيئة العامة للمعارض فعاليات الدورة 45 لمعرض طرابلس الدولي، وبزخم كبير من قبل المواطنين، حيث بلغ عدد الزوار اليوم للمعرض 17,300 زائر. تشارك الهيئة العامة للسياحة بجناح داخل معرض طرابلس الدولي في دورته 45، وتنوعت المشاركة بين الصناعات التقليدية والمنتوجات اليدوية، إضافة إلى مشاركة عدد من الشركات السياحية والتي تساهم بدورها في التسويق السياحي داخل ليبيا وخارجها. مراسلنا وسام الزواغي كان هنا وأعد لنا هذا التقرير فلنتابع. اختلفت الوزارات والهيئات المشاركة داخل الأجنحة بمعرض طرابلس الدولي، ولكن لم يختلف تصدر الصناعات اليدوية المشهد داخل الأقسام من ناحية المنتوجات اليدوية التي يتم عرضها من قبل المشاركين داخل الأجنحة، خاصة تلك التي تعبر عن الموروث الحضاري لبعض المدن في ليبيا. مثلت بالنسبة لجمعية ندويدر في الصناعات الجلدية من أحذية وحقائب وعلب اكسسوارات وتعليقات وميداليات يعني بصفة عامة، وعبق تراث مثلت في الطبق الغدامسي والديكور الغدامسي والمراوح. والله بالنسبة لي أنا أعمالي كلها طبعا يعني الأعمال الموجودة أمامك تو يعني كلها شبه محجوزة، يعني ما عندي شيء يعني الحق، يعني فيه إقبال كبير الحق وحافز كبير من الجمهور الحقيقة. الشركات السياحية سواء العامة أو الخاصة والمهتمة بالمعالم الأثرية داخل المدن الليبية كان لها نصيب من المشاركة، وبعض الزوايا الأخرى خصصت لكلية السياحة والجهات الفندقية، وذلك للتعريف بكل ما هو متعلق بالسياحة. طبعا شهر 2 كانت المجموعات الليبية للرحلات السياحية استضفناهم وقاموا بزيارة هذه المدن وبعض المناشط الأخرى اللي كانت من ضمنها الرالي وبعض المناشط الرياضية في داخل هذه المدينة، وبما حوز هذه المدينة من معالم أثرية وتاريخية وسياحية. تبقى صنعة اليد ويفنى مال الجد مضمون يتجلى واضحا خلال زيارتك أروقة الأجنحة بمعرض طرابلس الدولي، من خلال ما تراه العين من إبداعات فنية بأياد ليبية. ضمن فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته 45، يشارك أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في إبراز مشاريعهم وتقديم منتجاتهم للزوار، فلنتابع. هذه طبعا شركة عالم النحل لإنتاج العسل واستيراد المواد لتربية النحل واستيراد وتصدير العسل. طبعا في عنا عسل ربيعي، عسل زعتر، عسل حنون بالألواز، عنا عسل الأبيض النادر، طبعا كلها خدمة يدوية، ما فيهاش لخدمة مصانع ولا شيء، يعني فزوات وتعبية وخدمة كلها يدوية. طبعا المشاركة كانت ممتازة جدا، والحق مركز تنمية الصادرات كان وقفة ممتازة من ناحية المجهودات والترتيب يعني، والحمد لله يعني في إقبال من الناس وعطين فينا ثقة الحمد لله من المواطنين، والحمد لله الأسعار في كويسة وفي إقبال يعني تمام الحمد لله. المتوسطة
البسيطة وبالتحديد الصناعات التقليدية. ينضم إلي هنا في هذه النافذة ضيفي حاتم يدر، مشارك في جناح إقدامس للصناعات الصغرى أو الصناعات التقليدية. مرحبا بك سيد يدر. أهلا وسهلا بك يا أستاذ، تحية طيبة وشكرا لقبولك الدعوة هنا. كيف جاءت فكرة المشاركة في فعاليات معرض طرابلس الدولي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على قناتكم الموقرة على استضافتنا في هذه اللحظات الطيبة، نشكر قناة بانوراما تحديديا. فكانت مشاركتنا مع بالنسبة للمعرض طرابلس الدولي في دورته 45 كانت بدعوة من هيئة العامة للسياحة، فحق مش أول مرة نشاركه، كانت لنا مشاركات يعني قبل 5-6 سنين. حدثنا على هذه المشاركات، هل هي مشاركات محلية أم مشاركات دولية أم الاثنين معا؟ بالنسبة لجمعية ندويدر للصناعات التقليدية كانت لنا مشاركات محلية في إقدامس، وشاركنا في عدة معارض في تونس في أسبانيا، وكانت لنا مشاركات يعني داخل ليبيا في ترهونة في الزاوية في مناطق عندنا يعني. نعم، انك تحدثت على المشاركات الدوليه وذكرت تونس وذكرت اسبانيا، كيف اقبال الناس على هذه الصناعات؟ وجهه نظر الناس، ربما كثير من الدول لا تعلم المنتجات الصناعيه المحليه الليبيه، لو حدثتنا يعني عن كيف استقبلوا هذه المنتجات من خلال المعارض الدوليه. المعارض الدوليه طبعا المعارض الدوليه كانت لها تاثير فعال في الاقتناء الاشياء هذه الثمينه، يعتبروا فيها ان هي حاجه ثمينه، فقيمه الشيء في 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 الاليه الصناعه نتاعها يعني. فاحنا خدمتنا جلد وحرير، حاجه طبيعيه مستوحاه من الطبيعه، فتفننا في زركشه الاحذيه بالحرير، وطبعا بانامل بناتنا بنات العائله وقريباتنا، فنبوا نشهروا الشيء هذا ونبوا نطلعوا ونوروا للعالم هالشيء هذا. والصناعات التقليد هذه تميز بها العائله بن يدر منذ القدم يعني من جدنا الاول يعني. نعم، صار يعني اذا هذه المنتوجات التقليديه هي صناعه يدويه من قبل، لو استطعنا التعبير هنا، ربما الاسره المنتجه. بالضبط. نعم، اذا سيد يدر، هل هذه يعني المشاركه كم لكم يعني في مجال المشاركات في الصناعات التقليديه؟ بالنسبه للصناعه التقليديه يعني احنا متوارتين هالشيء هذا من جد يعني، حتى لحد الآن نعلموا في صغارنا ونعلموا في بناتنا كيفية القياطة وكيفية التطريز، باش لما تكبر يعني تقدر تدير حاجتها وتوفر يعني بعض الشيء اللي يروحها يعني. الزوار هنا كيف تفاعلوا معاكم في؟ والله بالنسبه للسنه هذه يعتبر المعرض كانت في اقبال بالنسبه للزخم، كان كثافه كويسه، لكن لقله نظرا لظروف البلاد يعني اللي تمر بها في قله السيوله، يعني المواطن البسيط ما يقدرش يقتني الشيء هذا، صعب عليه توا في وقتنا الحالي، فصعب شويه. كيف اسعار هذه المقتنات؟ هل هي اسعارها يعني لو توضح لنا اسعارها؟ كسعر ربما اكثر من 100-120-150، تصل الى 150 جنيه يعني، تتراوح من 100-150 لاقتناء الشيء بالنسبه للبلغه الإقدامسية، تتمثل في النسائي وفي الرجالي. نعم، حدثنا أكثر، أرى هنا بعض العينات عن بالضبط. هذه المنتجات، لو تحدثنا عن هذه الأشياء يعني كيفية الصناعة، ربما بالضبط. المناسبات التي بالضبط. تقتنى فيها هذه الصناعة. بالنسبة للرجالي عندنا البلغة الرجالية اللي هي احنا نقولون عندك، قل طبعا كل حذاء عندنا له تسمية خاصة. نعم، كل حذاء له تسمية خاصة، الحذاء هذا رجالي يقتنيه العريس تحديديا. نعم، بيلبسه ليلة الدخول أو ليلة عرسة يعني تحديديا، نقولوا له كم رزقت احنا بالضبط. نعم، باللهجة المحلية نحن. نعم، بالضبط، يقتنيه العريس ويلبسه في ليلة الدخول. لو أوضحتها للكاميرا بصورة أوضح حتى يتعرف عليها المشاهد. نعم، وأرى عينات أخرى هنا، هل هي نفس ال تمام؟ وعندنا عينة ثانية اللي هي التليك. التليك اللي هو تقتنيه العروسة تحديديا، وضروري ينحط في القفة متاعها وتلبسه
في ليلة الحنة. نعم، هذه يعني من الأشياء الضرورية. أشياء من الضرورية لحد الآن يعني نلبسه فيها ولحد الآن نلبسه فيها وضروري يعني تكون من ضمن الواحد جهاز العروس يعني. من ماذا تصنع هذه لو حدثتنا بتفصيل أكثر يعني؟ تصنع من جلد الزمنية. تصنع من جلد الطبيعي، جلد طبيعي ضان، من جلد الضان تمام، وتطرز بالحرير. نعم، لو أوضحتها قليلا للكاميرا. تطرز بالحرير هكذا. نعم، هل هناك صعوبة في تجميع هذه المواد الآن؟ بالضبط، لأن الجلد في الوقت الحالي احنا نستورده فيه نجيبه فيه من تونس، والحرير يجيبه فيه من تونس، ففارق العمر ربما هذا يؤثر على حتى يأثر على أسعار البيع. بالضبط، ف يعني صعب جدا ان اللي يصل يعني اللي يصل سعره بالغلاء هذه نظرا لغلاء المواد الخام يعني. استاذ حاتم، كيف كانت الاسعار قبل كانت ارتفاع الاسعار؟ كانت 70 دينار 60 دينار، معقوله. فالان يتراوح ماذا بين ال100 والاكثر. ماذا عن الدول الاخرى يعني غير البلغة وغير الاشياء؟ يعني هناك طورنا بالنسبه للجمعيه، جمعيه ندويدر الصناعه التقليديه، طورنا الشيء، فبدينا نصنعه في علب اكسسوارات، وبدينا نصنعه في الكاتروات ككاتروات نتاع مداخل. وفي طورت العمليه شويه، بدينا نحن يعني غيرنا الموجه بدلا من الحذاء فقط، فطورنا الشيء يعني بدينا نطوره في الشيء شوي. ارى حتى الزي اللي حضرتك لابسه يعني ربما هو زي مميز، ربما غير من المناطق يعني بعض المواطنين في مناطق اخرى لا يعرفون طبعا. هذا الزي، هل عرفتنا بهذا الزي؟ الزي الغدامسي هذا احنا نقولوا له قشابه الغدامسيه. نعم، تلتبس دائما في الافراح، دائما في المناسبات. مناسبات هل هناك مقتنيات مثلا تقليديه وتلبس يعني في الحياه اليوميه العاديه، ام كلها متعلقه بمناسبات يعني؟ يعني في موجود الحذاء العادي اللي هي نقولوا احنا الريحيه موجوده، نخدموا فيها ونصنعوا فيها. نعم، يقتنيها الرجال بصفه عامه. نعم. إذن ماذا عن هذه ربما؟ هذه المروحه تقتنيها العروسه دائما، مروحه مصنوعه من الجلد. قديما كانت تصنع بالسعف. نعم، فطورناها فصنعناها بالجلد. كم تستغرق هذه المواد من في بالنسبة للمدة الزمنية يعني؟ تستغرق إلى 3 أسابيع تحديديا. الحذاء الواحد 3 أسابيع. نعم. إذا هو وقت طويل. طيبه بهالشكل يعني، بهالشكل يعني تحديديا. يكتسب هذا الشكل النهائي 3 أسابيع. وماذا عن الخشبية؟ الخشبية حتى هي طبعا تأخذ وقت، لأن نقشها حتى القماش نفسه يعني ربما يكون يعني مش سهل اقتناءه. فالتطريز ياخذ وقت يعني. ماذا عن سعر القشبيه؟ يصل الى 400 300 جنيه. نعم، اسعار ربما تعتبر البنطلون بتاعها يعني باهظه بعض الشيء. سيد حاتم، لو عدنا الى المعرض، ماذا عن نسبه الاقبال الزبائن؟ هل هناك يعني في قيمه شرائيه من قبل الزوار ام هي ضعيفه ربما؟ نوعا ما اقبال يعني كويس، الحمد لله كويس. نعم، سيد حاتم يدر، وأنت هنا مشارك في معرض طرابلس الدولي في جناح الصناعات التقليدية بالتحديد، شكرا جزيلا لك، وربما تستمر النقاش إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، لو خرجنا إلى فاصل قصير نتابع فيه مشاهد عامة من معرض طرابلس الدولي. We'll be right back.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وتابعتم هذه اللقطات الحصرية المباشرة التي تأتيكم من فعاليات معرض طرابلس الدولي. أعود هنا لضيفي الأستاذ حاتم يدر. أستاذ حاتم، هنا هذه الصناعات، هل هناك دعم مثلا من قبل جهات معينة لكي تستطيعون يعني مجاراة هذا الغلاء، أم يعني هي فقط مجهودات شخصية ومحلية؟ طبعا هي مجهودات شخصية وبعلاقاتنا الشخصية، يعني نقدر نحاول أننا نحن نوسع الدائرة بعلاقات شخصية فقط. نعم. سيد حاتم، ماذا عن يعني الصعوبة التي تواجهكم في تصنيع هذه؟ هل هناك صعوبات معينة تواجهكم في تصنيع هذه المنتجات؟ بالضبط، الصناعة الصعوبات كأدوات أدوات ربما لا. بالنسبة للمادة الخام اللي هي الجلد والحرير، هذه يعني يعتبر الصعوبة درجة أولى. والحاجة الثانية التسويق، في قبل الأحداث كان في سواح، في إقبال جيد. نعم. وفيه بيع وشراء يعني، لكن حديثا يعني بعد الأحداث ما يعتبر ما فيش بيع وشراء، وربما هي مقتصرة فقط على المشاركات المحلية فقط. كعرض ونعرضه في منتجاتنا المعارض، كنا بنعرفه بمنتجاتنا وربما تقتصر حتى هذه المنتجات على مثل ما ذكرت، يعني كل هذه المنتجات متعلقة بالمناسبات الاجتماعية. بالضبط. يعني بالضبط. إذن هل هناك مثلا تناشدون جهات معينة ربما لدعمكم، لمساعدتكم، ربما لاستجلاب هذه المواد التي تحدثت على أنها هي يعني آتية بمجهودات شخصية؟ وناشد الجهات ذات العلاقة أن نتوفر لنا الجلود والحرير الطبيعي يعني هل والناشد أن هي تحاول أن تدعم القطاع الخاص. نعم. الجمعيات والمشاريع الصغرى، لأن هي حتكبر الاقتصاد وتنمي الاقتصاد الليبي. نعم. سؤال أخير وفي عجالة ربما وصلنا إلى ختام هذه التغطية، هنا سيد يدر، هل يعني هناك خطة استراتيجية لكم كجمعية ربما لتوريد هذا المنتج أو تعليمه للأجيال القادمة؟ إيه، قديما يعني كانت لنا مشاركة في جهاز تطوير مدينة قديمة في غدامس. نعم. كانت لنا مشاركة في فتح يعني دورة تدريبية. نعم. في غدامس، وكانت لنا يعني في إقبال من ضمن البنات بصفة خاصة. نعم. لتعليم النقوش وتعليم طريقة خياطة المنتوج هذا بالضبط. نعم نعم. شكرا سيد حاتم يدر، أنت مشارك هنا في جناح غدامس بالهيئة العامة للسياحة، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى الختام، وأشكركم على طيب المتابعة، ولكم مني أنا بهاء الشريف أطيب التحية.